العملية بدأت بكل ارتياح، تم تطبيق مبدأ الصندوق القفلين وكذا، وضع كل الترتيبات التي كانت حتى الساعة 9 على أحسن ما يرام. يوجد مركز على مستوى المركز، زوج مكاتب التي فتحوها اليوم هي مكتب أليكونت ومكتب فالنسيا. العملية انطلقت كما قلنا على الساعة 8 بالنسبة للمكتبين، المؤطرين موجودين 100% كما هو معمول به، الظروف جيدة حتى الآن. احنا كجالية هنا في أليكانتي لازم نقوم بالواجب، لازم ننتخب ونختار الرئيس اللي يناسبنا. رانا كيما اليوم ما كاش اللي ما على بالوش الواجب، يعني الواجب الوطني تاعنا اللي لازم نأديوه. ان شاء الله تكون مشاركه قويه والله يستر بلادنا وللامام ان شاء الله. وانتو تريفي بالالجيري